شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، على طرح هذين السؤالين، وإن كان كل سؤال الحق يحتاج إلى جلسات وجلسة، ولا في موضوع التنمية المستدامة يحتاج إلى وقت، موضوع الطاقات المتجددة يحتاج إلى وقت، ولذلك كنعتذر ما غنحترمش الترتيب، ما غنمشيش بالترتيب ديال طرح الأسئلة، غادي نبدا بالتنمية المستدامة ثم أنهي إن شاء الله المداخلة ديالي فيما يتعلق بالطاقات المتجددة. كنذكر أنا كنعتقد السيد النائب المحترم قبل أن أعرض الجواب أن الأمثلة البرامج التي ذكرتم هي عنوان نجاح وليس العكس. ما نعطي يمكن المؤشرات الوقت إذا كان يسمح بذلك. فعلا بلادنا الحمد لله من الدول الرائدة التي سلكت طريق التنمية المستدامة بالميثاق بالتزامات بواحد عدد ديال الأمور. أولا اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واللي كانت سابقة على اعتماد الأهداف التنمية المستدامة، ولذلك احنا كنقوم بعملية تحيين بين الاستراتيجية وبين الأهداف. عدد من البرامج المتنوعة والمتعددة التي أطلقتها بلادنا منذ زمن قبل الحكومة السابقة وقبل الحكومة السابقة، هذا عنوان على التزام ديال البلاد ديالنا وتؤكد عليها هذه الحكومة. وإذا مسار الحمد لله مسار تصاعدي، أتحدث عن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، البرنامج الوطني لتثمين النفايات، البرنامج الوطني لتطهير السائل الوقت إذا كان يسمح، أو في التعقيب نعطي أرقام ديال الإنجازات، إعادة استعمال المياه المعالجة، البرنامج الوطني لمحاربة التلوث الصناعي، البرنامج الوطني للهواء، مكافحة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي، وآخرها ثلاثة ديال البرامج أو أربعة ديال البرامج مهمة وأساسية، المخطط الكبير ديال الماء ديال 12 مليار ديال الدولار، 115 مليار ديال الدرهم 7 سنوات، وفي من الآن 40 يعني 400 مليار ديال الدرهم في الماء. وتحدث السيد الوزير قبلي وتحدث عن الإنجازات في هذا المجال، ثم المخطط الغابوي غابة المغرب الذي أطلق قبل شهور، ثم المخطط الجديد ديال الفلاحة، ثم المخطط ديال الصناعات النظيفة، إذا بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، كلها مخططات وبرامج على أرض الواقع. كي يجيوا الوزراء عندكم هنا كتدخلوا معهم في التفاصيل، يعرضون عليكم الإنجازات في هذه المخططات. طبعا الكمال لله، ولكن راها هذه رسمنا مخططات واستراتيجيات ماشي مشروع، مخطط اللي كياخذ سنوات وكياخذ إمكانيات وفي عدد من الالتزامات. ولكن اللي يمكن لي نأكد هو أن البلاد ديالنا الحمد لله بفضل هذه المخططات جميع التقارير، أنا أدعو السيدات والسادة النواب المحترمين أنهم يشوفوا التقارير اللي كتصدر المنظمات الدولية على البلاد ديالنا في الأسئلة اللي مرتبطة بهذا الشيء اللي تكلمتوا عليه الحمد لله، بل حتى في مجالات أخرى واللي الحمد لله كيعترفوا بالمسار ديال البلاد ديالنا بقيادة جلالة الملك في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة والطاقات المتجددة وبالاقتصاد الأخضر. والحمد لله كما قلت لكم العقد المقبل سيكون عقد تحول كبير جدا في هذا الاتجاه. ثم بالإضافة إلى ذلك تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة، ترسانة قانونية يمكن نذكر إن شاء الله بعد ذلك، ثم المراقبة البيئية بالإضافة إلى أعمال أخرى تتعلق بالرصد على مستوى الوطني وعلى مستوى كل جهة المملكة. فإذا الأمر الأول فيما يتعلق بالحكامة ديال هذه الاستراتيجية، فلها حكامة اليوم لجنة وطنية كرأسها السيد رئيس الحكومة فيها كافة المعنيين بالأمر، ثم كاين لجنة ديال التتبع وكل سنة كتنعقد باش كنشوفوا نسبة التقدم. ترجمت هذه بعد هذه اللجنة ديال الحكامة، تم إعداد 28 مخطط قطاعي، جميع القطاعات الوزارية ملتزمة الآن بالتنمية المستدامة، 28 مخطط، وما غنعطي المؤشرات ديال الإنجاز، 28 مخطط يعني قطاعي فيما يتعلق بتنزيل هذه الاستراتيجية. ثم أيضا المخطط الذي أعلن عنه كم من مرة هي مثالية الإدارة، لابد للإدارة أن تعطي النموذج فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، ولذلك واحد العدد ديال القرارات فيما يتعلق بتخفيض النفقات، عدد من القرارات تتعلق بالشفافية وخاصة المعلومات، عدد من القرارات تتعلق بالتشغيل والتوظيف، عدد من القرارات تتعلق بتبسيط المشاطر، لأن التنمية المستدامة ما فيهاش غير البيئة، غالبا الناس كيديروا واحد الجمع ما بين البيئة والتنمية المستدامة، البيئة ما هي إلا جزء من التنمية المستدامة، فالتنمية المستدامة كيتكلموا على الطاقة، على البيئة، على الاقتصاد الأخضر، على حماية الأوساط الطبيعية، على معالجة الفقر والهشاشة، على المجالات اللي هي هشة كيفية تنميتها، فهي عدد من المجالات، وكل هذه المجالات انتم تعلمون راه انتم قد دوزتوا هنا يعني القانون ديال الماليه وجميع الوزارات جابوا لكم البرامج المرتبطه بهذا الذي اشرت اليه، وجاءوا اليكم بمشاريع قوانين مرتبطه بكل هذه القطاعات وهذه المجالات التي نتحدث عنها. فكما قلت مخطط المثاليه ديال الاداره، نسبه التقدم فيما يتعلق بالقطاعات يعني المخطط القطاعي وصلنا ل 68%،
حنا الاستراتيجيه الوطنيه كانت في 2017، اليوم وصلنا الحمد لله 68%، راه كتكلم على 2030 وصلنا فيما يتعلق بالقطاعات الوزاريه 68%، ثم فيما يتعلق بمثاليه الاداره وصلنا ل 38%. طبعا نحن ملزمون بتقديم واحد التقرير يسمى ما يسمى بالتقرير الطوعي، لان الدول كلها كتقدم، والبلاد ديالنا الحمد لله كان من الدول السباقه اللي كتقدم هذا التقرير الطوعي اللي كيكون في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني باهداف التنميه المستدامه، وقد قدم في يوليوز 2020. ثم الان نحن بصدد دوزنا هذه المرحله 2017-2021، جينا خضينا الاهداف ديال التنميه المستدامه اللي هي اهداف دوليه ديال المنتظم الدولي، كنديروا عمليه ديال التقييم ثم كنديروا عمليه ديال التقريم بين الاستراتيجيه اللي التزمت بها البلاد ديالنا وكتنزلها وبين هذه الاهداف الدوليه المنصوص عليها. فيما يتعلق بالقوانين اعطي مؤشرات، عندنا 70 نص قانون، 70 نص قانون مرتبط بالتنميه المستدامه وبالبيئه، اذا خديت عهده فيها 28 قانون و72 مرسوم وقرار، يعني بمعنى كان واحد العمل تشريعي كبير جدا فهم فيه الجميع وساهمت فيه يعني مجلسكم الموقر طبعا، وهناك مشاريع الان نشتغل عليها، ودفعنا هذا نظرا لكثره هذه المشاريع وخاصه في المجال البيئي. نشتغل الان على مشروع مدونه البيئه، نحن في اخر المراحل ديالها، لان عندنا عدد من المشاريع، لان البيئه تهم قطاعات متعدده واحيانا متداخله، ما فيهاش فقط عين النفايات، ما فيهاش عين تطهير السائل، بل هي مجالات متعدده واحيانا متداخله. فالان اشتغلنا على مدونه ديال البيئه غتكون مرجعيه، مدونه تجمع كل النصوص سواء كانت قوانين او كانت مراسيم او كانت قرارات او كانت يعني اجراءات اداريه، والان في اخر المراحل ديالها، وفرنا لها الامكانيات الماليه، هناك فريق يشتغل على اعداد هذه المدونه، نتمنى ان شاء الله قبل نهايه الولايه ان شاء الله ان تاتي اليكم، ولكن على الاقل ان تكون كمشروع. انا كنعتقد ان شاء الله في بضعه اسابيع سيكون عند الامن العام للحكومه. طبعا نشتغل على واحد العدد ديال المرات. فيما يتعلق بالتاهيل البيئي، الوقت لا يسمح ولكن يمكن لي عنوان البرنامج الوطني للتطهير السائل غاية 2020 33 مليار ديال الدرهم. البرنامج الوطني ديال النفايات المنزلية لغاية 2020 21 مليار ديال الدرهم. 21 مليار ديال الدرهم. زائد البرنامج الوطني الجديد الذي أطلق للعالم القروي اللي غادي يحتاج إمكانيات هائلة وضخمة واللي الآن مبرمج فيه واحد 100 يعني مركز قروي. برنامج تثمين النفايات، لأنه النفايات التي كانت مصدر إزعاج أصبحت مصدر ثروة اليوم. ومشينا في برامج ديال تثمين هذه النفايات، 13 مركز النفايات اللي كدار فيه هذه العمليه، يعني ديال 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 الفرز ديال النفايات، ثم يعني نمر الى تثمين ديالها. ومع وزاره الصناعه بالمناسبه مشات اختارت باليد ديالنا واحد الاختيار، وزاره الصناعه والتجاره والاقتصاد الاخضر والاقتصاد الرقمي، لانه فعلا بغينا نعطيو الاقتصاد الاخضر اهميه فربطناها بالصناعه، ولذلك الان هناك تنسيق مع وزاره الصناعه، بل كل ما يتعلق بالنفايات سيدخل ضمن الاقتصاد الاخضر. واشتغلنا الان على واحد العدد ديال القطاعات مرتبطه بالبلاستيك، بالزيوت، بالعجلات، بالبطاريات، بالنفايات الالكترونيه الى غير ذلك. والان هذا الشيء الان دار فيه واحد المنظومه، خلينا نقول تم تحديد 156 مشروع وزارة الصناعة وزارة البيئة وزارة المالية باستثمار 2 مليار ديال الدرهم. طبعا حدد بأنه يمكن لها إن شاء الله تخلق 50,000 منصب ديال الشغل. يمكن لي نقول لكم السيدات والسادة النواب المحترمين أن معالجة النفايات، تدوير ديال النفايات، هذا واحد اقتصاد كبير جدا، كاين الآن بدأ يتجاوز حتى اقتصاديات وصناعات أخرى، ولذلك البلاد ديالنا الآن ماشية في هذا الاتجاه. برنامج التلوث الصناعي 125 مشروع ديال التلوث الصناعي، واليوم ما كاينش منطقة صناعية ما يكونش فيها كل ما يتعلق بمحاربة التلوث خاصة الجديدة، آخرها ديال صفرو التي تم التوقيع على معالجة كل ما يتعلق بالنفايات المرتبطة بهذه المنطقة الصناعية، دون أن نتحدث طبعا عن كل ما يتعلق بالطاقة. برنامج رصد جودة الهواء، برنامج حماية وتثمين الأوساط الطبيعية في كافة الأقاليم بالمملكة، بعضها أنجز وبعضها قيد الإنجاز. ثم برنامج ديال المراقبة وديال الرصد، كما قلت مرة أخرى يعني الوقت لا يسمح، لأن لا بد أن نتحدث عن الطاقات المتجددة التي هي نفسها تحتاج إلى وقت طويل. ثم التدبير، المخطط ديال التدبير ديال الساحل، ثم المخطط ديال مكافحة التغير المناخي نظرا الالتزامات ديال البلاد ديالنا في هذا الاتجاه. ويمكن أن أقول كل هذه البرنامج تهدف إلى التنمية المستدامة، إلى محاربة كل ما هو تلوث وحماية البيئة، إلى الالتزام بكل ما هو مرتبط بالتغير للمناخ. فيما يتعلق بالطاقات المتجددة أعطي عناوين وأعتذر إذا لم أذكر التفاصيل. لحد الساعة 101 مشروع
يعني 51 يعني 48 مشروع تم إنجازه في الطاقات المتجددة، 52 مليار ديال الدرهم، 28% قاموا بها الخواص يعني لصالح الخواص فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء لصالح الخواص، 72% لصالح المكتب الوطني للكهرباء عن طريق مازن أو عن طريق المكتب الوطني. قيد الإنجاز 53 مشروع تقريبا 52 مليار ديال الدرهم. مرة أخرى القطاع الخاص، لأن كنسمحوا للقطاع الخاص، كاين واحد الهامش للقطاع الخاص 25% 75% للقطاع العام. فيما يتعلق واللي خلانا الحمد لله كنخفضوا يعني التبعية الطاقية بواحد عدد ديال النقاط من 98% الآن كنتكلموا على حوالي 90%. طبعا غتقولوا لي علاش هذه النسبة؟ لأن كنستوردوا البترول، ما نساوش الفاتورة ديال البترول، فاتورة عالية جدا، البترول والغاز، نحن نتحدث فقط الآن عن الطاقات المتجددة وعلاقتها بإنتاج الكهرباء. وأصبح عندنا هامش احتياط لولينا مرتاحين بعد ما كنا في 2008 و2009 وبعض السنوات كتقطع علينا الكهرباء، اليوم ولينا كنتحكموا في القطاع ديال الكهرباء، وهذا من الإنجازات العظيمة والأثار ديالها. الاقتصاد لم يعد يعاني، كل المدن لم تعد تعاني إلا إذا كانت إشكالات تقنية باستثناء الدواوير التي لم يصل إليها الكهرباء والتي تم إحصاؤها، والآن نشتغل أن نمزج بين الربط عن طريق الخيوط وبين والطاقة الشمسية. فيما يتعلق بالبحث العلمي، عنوان يعني المشاريع ديال البحث العلمي، تم تمويل ما يقارب من 60 مشروع فيما يتعلق بالبحث العلمي، واللي وصلت يعني الاستثمارات في هذا المجال، اسمحوا لي لكنت يعني في هذا المجال، وصلنا إلى 285 مليون ديال الدرهم، تقريبا 30 مليار ديال السنتيم. وتم إنجاز قواعد للبحث العلمي، قواعد دي بلاتفورم ديال البحث العلمي، أنجزت القاعدة الأولى تتعلق بالطاقة الخضراء 210 مليون ديال الدرهم، قيد الإنجاز فيما يتعلق بالبنايات الخضراء وبالشبكات الذكية 252 مليون ديال الدرهم، والآن أعددنا بلاتفورم فرام فيها الهيدروجين وفيها غيرها اللي غتاخذ تقريبا 500 مليون ديال الدرهم، بمعنى الطاقات المتجددة في المعهد الوطني دون ذكر مصير وغيرها من المختبرات غادي ياخذ مليار ديال الدرهم فيما يتعلق بالبحث العلمي. لماذا هذا؟ لأنه كما جاء في السؤال نريد أن نطور، أن لا نكتفي بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ولكن أن نطور صناعة الطاقات المتجددة، وأن نطور خبرات المغرب في الطاقات المتجددة وأن نصدرها. أخيرا يعني وأترك بعض الوقت لبعض الأجوبة والتعقيبات، اليوم نظرنا إلى المستقبل، شنو هذا المستقبل 2010 2021 2030؟ أولا إعداد مخطط جديد للكهرباء قائم تقريبا 100% على الطاقات المتجددة، يعني الطاقات المتجددة مبني على النجاعة وعلى التقليص من الكلفة. أعددنا الخارطة الطريق للهيدروجين، واليوم هو الطارق الآن التي ستقوم بثورة في العالم في الاقتصاد العالمي، وبلادنا مؤهلة أن تحتضن استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين. أعددنا خارطة الطريق فيما يتعلق بالطاقة الحيوية لبيوماس تلق من غاباتنا من فلاحتنا بالنفايات المنزلية. ثم نحن بصدد إعداد خارطة كما طلب صاحب الجلالة حفظه الله كل ما يتعلق بالطاقات البحرية، وأعددنا الاستراتيجية للبحث العلمي 2021-2030، بمعنى أنه يعني استفاد من هذه التجربة ديال العقد الذي سبق بإيجابياته وسلبياته، بما تحقق من نجاحات، بما كان من ملاحظات، ننظر إلى المستقبل مؤهل المغرب أن يحتضن مشاريع بعشرات وعشرات الملايير ديال الدراهم في مجال ديال الطاقات المتجددة، وهذا تحول اقتصادي كبير. هذا بالإضافة إلى أمرين أساسيين، تزويد المناطق الصناعية كلها بالطاقات المتجددة وتم التوقيع مع وزارة الصناعة على هذا الأمر، ثم أيضا تزويد جميع محطات تحلية المياه في إطار البرنامج ديال الماء بكل ما تحتاجه من الطاقات المتجددة. شكرا على انتباهكم ومعذرة على السرعة لأن الوقت لا يسمح. شكرا سيد الوزير، شكرا لكم.